روحي على المستشفى وانا ببعت حدا من الشباب يجيبك لعندي. ماما انتبهي من اي باب تطلع من المستشفى بدون ما تحس عليكي، لانه اكيد رح تكون عم تراقبك. لا ماما ما تتصل بحدا، انا صرت اعرف كيف اوصل لعندك. ليلى تتعذبي، هن بيجيبوكي وبيرجعوكي، ما بعرف مين بيكون لاحق. ما تخاف حبيبي، صرت حافظة هالدرس عن غايب، وإذا رولا مفكرة حالة ذكية أنا بعرف أتعامل مع هالذكاء. باي حبيبي. باي. خايف مني ما هيك؟ هلأ بغير رأيه. يلا صار وقت المفاجآت. لحظة، فكرتي قبل إذا هادي حاطط جماعته يراقبوا المختارة؟ في احتمال كمان كتير كبير يكون عم يراقبك لإلك. لا بشك إنه يكون عم بيراقبني لإلي، بس ممكن كتير يكون عم بيراقب المختارة، مش هيك لازم نحسب حساب كل الاحتمالات. أنا بس بكون على المستشفى وبطلع من باب الطوارئ، ومن هونيك باخد تاكسي وبتصل فيكم بقلكن وين نلتقى. هيك أضمن. يلا يا رب. كيف ما رحنا وجينا بتطلع الست رولا بوجهنا. بدي أعرف شو في بينها وبين هالست. مثل علاقتنا فيها، هي عم تشتغل على خط الصحافة تتوصل لجو سليمان، نحن عم نشتغل على خط الاستقصاء تنوصل لنفس الشخص. وصلها بنص الليل على البيت، هيدا بيدل انه لا فهم علي ولا على الاستاذ عصام. طلعوا سوا لعندها على البيت شي؟ لا بس كان صافي سيارته عندها بالشارع وعم بيسوق سيارتها، يعني اخذ راحته على الاخر، واماني كمان عطيته وجهه مكتره. يعني كنت حاطط عليها بودي جارد تيراقبها، هلا صار بدي احط واحد تاني عليها وعليه. فهمه يبعد على بنتي وشربه يا هذه المعلاه، وانا رح برجع بحكي مع الاستاذ عصام يعيد عليه الدرس، بركي بكف شره عني وبيفهم. لا هو رح يفهم ولا اماني رح تفهم. انا كل اللي علي ان اقول لك شو صار حتى يكون ضميري تجاهك مرتاح. مثل ما انا شايف مغرومين ببعض. شو هالحكي هيدا؟ هيدا حكي انا ما بريد اسمعه. هيدي وجهه نظري، في راسي رئيس عبد الله هيدي شغلته، بيطلع مع وحده وبينزل مع الثانيه. انا حاولت الفت نظر اماني لهالناحيه، لقيتها مش مهتمة ولا فكرت بالموضوع، بل بالعكس صارت قريبة منه أكتر، ما بدها تفهم. هي حرة، أنا عملت اللي علي وأنا رح بتفاهم معه ومعه على طريقتي، وأنا رح أضل عيوني علي بحطك بالأجوبة. وهلأ بخاطرك. الله معك. اوكي سيدنا رح نمشي هلا. كل ما بقعد بهالقهوة بتخيل جو قدامي وعم بيضحك، وأنا زهقت أسألكم نفس السؤال، عم تعرفوا عنه شيء؟ نحن بقى نسألك إذا عرفت عنه شيء، لأنه متأكدين إذا رجع من السفر أنت أول شخص رح يتصل فيه. بصراحة بدك ما تزعل منا، كنا مفكرين جو مخبى عندك. شو اللي خليكم تفكروا هيك؟ لأنك أخلص صديق له، شيء طبيعي نفكر هيك. لو طلب مني كنت حميته بعيوني، حتى لو كنت حميته بدها تكلفني حياتي. بدك تقلي هيك عملية عم تحكي عنها ما كان بدها جو؟ مين في غيره بيشيل بهيك عمليات؟
خلص. عمك راجي وفراس ابن عمك خليل. بعتقد نستحق منك استقبال احسن من هيك. اشتقنا لك يوسف، اشتقنا لك. فؤاد. نعم استاذ. بدي اعزمك الفاتورة. واصل استاذ. ولو مش هرزاني خليها علينا. فؤاد الفاتورة. قلنا لكم واصل، بدكم مضيع من عند المختار؟ واصل يا شباب، اهلا وسهلا فيكم. ما بيصير، روح جيب الفاتورة. اسمح لي فيها استاذ، انا نادر ما اخذ من اصحاب الجو ولا قرش حتى يرجع. بدك تسمح لي فيها استاذ، ما تفكسي نظري لانه ما راح باخذ. بس هيك عم تقلنا ما وقت تجوا لعندي. بالعكس انا عم فهمكن انه باخذ روح فيكم، يعني شايف جو قاعد معكم عم يتخيلوا كانه قاعد قدامي. اهلا وسهلا فيكم شباب، كل يوم طعم حتى حس انه في حدا حدي. طيب ابو سامي، بس هذا النذر بتخلص مدته بس يرجع جو، ما هيك؟ الله يرده بالسلامه. الله يسمع منك. بالاذن. انا بنظر فاتح الحاج وكل اللي معه واللي تآمروا علي، أنا بنظرهم صرت من الماضي. يعني شو ما عملت فيهم هلا مش رح أخطر عبالهم. جو سليمان مات، انتهى، خلص، وأنا دفنته معه. اللي موجود قدامكم هلا يوسف سليمان إبراهيم. لكن ليش شاكر ما اتهم حدا غيرك؟ ليه بده يتهم إنسان هو عارف إنه هو قتله هو واسكندر؟ في حادثة، في متهم، وبما أنه المتهم مجهول سموه أنا من باب الخداع. كبوا اسم لشخص اختفى بظروف غامضة، هيك إذا حدا اكتشف شيء بيحموا حالهم. مش عم بقدر أتخيل اللي عم بيصير معك. أنت عم تحكي وأنا عم شوف التاريخ كيف عم يرجع عيد حاله. نفسي اللي عملوه بسليمان عملوه بيوسف من دون ما يعرفوا انهم بي وابنه، مع فرق بسيط. هالمرة الضحية كان شاهد على جريمتهم. يوسف. نعم. انت قلت جو سليمان مات وانتهى، واللي قدامكن هلأ يوسف سليمان إبراهيم. بأي اسم بدك تقدم حالك عن جديد لجيهان بنت فاتح الحج؟ Thank you.
هيدي جيهان ما هيك؟ هيدي هي. الظاهر القدر ما كان عم بيهندس حياتك وحدك بس، كان اخذ قرار بحياتك وحياتي وحياة رولا وجيهان وأماني. حطنا كلنا على فرد مسرح وتركنا نقدم مسرحية نحن أبطالها، نحن اللي عم نحضرها وناطرين النهاية. مع أني بعرف إن جيهان الحاج ولا مرة خطر عبالي إنها تكون بنت فادي، بنت عدوي، بنت الإنسان اللي حرمني بي وخلى أمي تصير أرملة مع وقف التنفيذ. ما أصعب عليك يا ابني تاخد طريقين بنفس الاتجاه، طريق الانتقام وطريق الحب. بتحبها؟ بحبها. بالرغم انها بنت فاتح الحاج؟ بالرغم من انها بنت فاتح الحاج. امك قالت ما اصعب عليك تاخد طريقين بذات الاتجاه، طريق الحب وطريق الانتقام. بس انا بقول لك قدامك مفترق طرق، بدك تختار، يا بتمشي بطريق الانتقام او بتمشي بطريق الحب. القرار بايدك. ما بعرف هالقرار قديش رح يكون بايده. انا من وقت ما عرفت هالحقيقه مش قادر اخد قرار. ما عم ترد عليها؟ مش قادر. دخيل اسمك يا ربي، ما حدا غيرك بيعرف شو الحكمة ورا كل هالشي. كان لازم ترد عليها عادي، مش لازم تخليها تحس عشي. كيف بدي رد على بنت فاتح الحاجة عادي؟ مش قادر اسمع صوتها. إذا صوتها منك قادر تسمعه كيف بدك تكمل قصتك معها؟ مثل ما أنا عم كمل قصتي مع أماني. ليه حذرتني من فراس؟ لأنه أمرك بهمني. مع أنه فراس صديقك. لأنه صديقي وبعرفه مثل ما بعرف حالي، مشان هيك حذرتك ما توثق فيه. لأنه من وحدة لوحدة، مش هيدا السبب؟ في أسباب كتيرة غير هيك. شو هي؟ ما بقدر أقولها لأنه أنا كمان إلي أسبابي ما أحكي بالوقت الحاضر، بس بعدين لما يجي الوقت رح تعرفي كل شيء. عارف شو بدي أعمل، حتى تفكير مش قادر أفكر. كل شي كنت أعمل له حساب إلا جيهان. صعب علي أرجع أخلط الأوراق معها من جديد. ترك الأمور تمشي مثل ما هي مع جيهان، ما تفكر بموضوعها. في مواضيع كتير أهم لازم تفكر فيها. بعدين نقعد سوا ومنفصل الأمور ومنحط حلول لكل شي. بس هلأ اسمح لنا ناخد المختارة اللي عند أهلي، لأنه ناطرينا وناطرينك سنين طويلة. وأنا كمان نطرتهم سنين طويلة وبدي شوفهم. بس اسمحوا لي بالأول أمرق على المستشفى شوف مين بقدر حط محلي، وبعدين بصير تحت أمركم. أنا رح أتصل بأهلي يلقونا عند عمي راجي من دون ما أنزع المفاجأة. رح روح جيب سيارتي وأرجع لهون، مش رح أترك يوسف لوحده. روح معهم، ما في لزوم تبقى هون. خلص شغلك وبعدين نرجع نلتقي. أنت هلأ صرت شغلي. عم بشتغل على مجموعتي الخاصة وقررت أعرض لحالي. يمكن هيدا قرار مجنون رح أخده، بس ما بقدر أتراجع عنه. شو المطلوب مني؟ أي نوع مساعدة بدك إياها أنا حاضر. بدي أضخم صالة حتى أعرض فيها، بدي علاقاتك ومعارفك يكونوا موجودين، هيك بيعطوا مصداقية أكتر للعرض.
خلص دن، أنا الموضوع هيدا بهتم فيه، بس مين رح يهتم بالصحافي؟ فراس. أوكي يوسف، صحيح هادي خطيبة وبحبه، بس أنت خيي، أنت خيي اللي كان ضايع ولقيته. اوعى تفكر للحظة أني ممكن خونك ودل هادي عليك. أنا هلأ شريكتك بالمعركة، إلنا طار وبدنا ناخده، إلنا حق وبدنا نطالب فيه. فاتح وعبدالله وكامل ممكن يكونوا أقوى من قبل، بس ولا ممكن يكونوا أقوى من إرادة ربنا. وبدي تتورط بمشاكلي، لا أنت ولا فراس. ما تكفي راجي وخليل ضلوا مع بيك لآخر دقيقة، ما في حدا على الأرض فيه منعنا نضل حدك ولا آخر دقيقة. تبع حالك، أرقامنا صارت معك، أي شي بجد معك تتصل فيه بخاطرك. الله معك، سلمي على الجميع وقولي لهم لراجي وخليل ما بيعرفوا أي ساعة بطلع قدامهم. باي. وين كنت؟ كان عندي ناس وكنت كتير مشغول، ما قدرت رد عليكي. تاني مرة رد علي وقل لي انك مشغول، ما تخليني اطلبك مرتين كل هبلة. المرة التانية سامحيني هالمرة. شو عاملة؟ بريك تأحكي معك. مشتاق لك. مش حاسة هيك، في شي بصوتك مغير، حسيته فاضي كأنك عم تحكي معي رفع عتب. إذا بعدك مشغول روح كمل شغلك، وإذا راسك عم بيوجعك رايح ورجع تلبني، ما بقدر أحكي معك وإنت مش معي. باي. ترجع تطلبني، ما سكرت بوجهك لأني زعلانة، سكرت لأعطيك وقت ترتاح وترجع تزبط إحساسك معي. جيهان أنا عادي وعم بحكي معك عادي، ما في إلا إحساسي تجاهك اللي ولا مرة كان عادي. تأكد من هالشي، ما في لزوم دافع عن حالي. غريب، حتى أنت عم تدافع عن حالك كأنك عم تسمع درس مش حافظه منيح، بس أنا حفظتك عن الغايب، ما تقنعني انك عم تحكي معي طبيعي. انا فعلا مش مرتاح، عشان هيك اتصلت فيكي ترتاح. في عندي مشكله جديده ومش عم بعرف كيف بدي الاقي لها حل. طب قل لي شو هي هالمشكله، يمكن بقدر ساعدك ولاقي لك حل. اذا قلت لك انه انت مشكلتي والحل مش بايدك ولا بايدي، شو رح يكون جوابي؟ مجرد ما تصير مشكلة بالنسبة لك بنسحب من حياتك، هيدا أفضل حل وأفضل جواب. هيدا حل عادي وجواب عادي. لما يكون في مشكلة بين اثنين بحبوا بعضهم مثلنا، واحد منهم بينسحب بيزيد المشكلة تعقيد، ما بيحلها. كيف بكون أنا المشكلة والحل مش بإيدي ولا بإيدك؟ لكن بإيد مين؟ بإيد الظروف. أنت حالة حب ومشكلة حب، وقد ما بحبك مش عارف كيف بدي واجه هالحب وواجه مشاكلي بنفس الوقت. حالة الحب اللي عم نعيشها صارت بالنسبة إلي شاملة، كل شي بحياتك صار بيعنيني، لازم أعرف كل مشاكلك لأقدر أعرف الوجه التاني لجو سليمان. مع الوقت رح تعرفي الوجه التاني لجو سليمان، ورح تعرفي اشياء كثيره عني،
ورح يكون قرارك فيي كثير صعب. فيك تعتمد علي لاني شاطره كثير باخذ القرارات الصعبه. هيدي الحياه جيهان، بالاول الكوابيس بعدين بتجي الاحلام. اوقات بيكون بالعكس، بالاول الاحلام بعدين بتجي الكوابيس. بكل الحالات في بداية جديدة لنهاية كل كابوس ونهاية كل حلم. بس ما تكون البداية والنهاية وهم. المهم ما نفقد قدرتنا على الحب. لكن ما تخلي حدا يختال الحب اللي بيناتنا. ما تحملينا مسؤولية هالحب وحدة. انت كمان مسؤولة عن حياة او موت هالحب. بوعدك اني رح احمل هالمسؤولية. رح يجي اليوم اللي رح نوقف فيه قدام مصيرنا ورح ذكرك. بوعدك. عم تحكي كأنه مشاكلك أنا سببها. يمكن هالشي بيرضي غروري لأني بحب كون بحياتك سبب كل شي. خلص البريك. باي باي. هذا المبلغ اللي اتفقت عليه مع الاستاذ عصام. خلصت مهمتك. بالمختصر المفيد ما بدي ارجع اسمعك انك قربت من بنتي او تعطيت معها او خبرت اي شيء عن الاتفاق اللي صار بيناتنا. مفهوم؟ مفهوم. خلص مهمتي انتهت ومثل ما اتفقنا، فما عاد في لزوم اقرب من بنتك ولا اتعاطى معها. فراس ما تزعل الرئيس عبد الله منك، هاي نصيحتي لك. مين بيسترجى يزعل الرئيس عبد الله؟ نحن قدو، نحن ناس مساكين عاد حالنا، نمشي مع الحيط ومتلطف فيه ومتخاف على حياتنا. بالإذن. عاد انت وياه وفهموا اني ممكن اخفيه والشياطين ما تقدر تعرف وين اراضيه. مش ناقصني شرشوح مثل هيدا يلعب بعقل بنتي ويحط حاله بمستواها. عصام هيدا الانسان انا ما عاد مرتاح له، خلصتني منه. اذا رجع غلط حسابه هالمره معي مش معك. العمليه فوق، اتصل فينا رودي نسبعه لعند الام. عال هيدا اللي كنت ناطره. مجرد ما العمليه عند الام يعني الدفع بعد التحميل. هيك انت بتعرف اكثر. حسب من مين عم بيشتروا وقد ايه حجم العمليه؟ حسب ما فهمنا من رودي انه العمليه كثير كبيره. اكيد زينه وكامل فايتين فيها، واذا كان البيع فهد يعني الدفع على كعبه. بتعمل لي مست كول اذا مرشد فوق ودغري بتمحي الرقم. ما تخلوا حدا ينتبه على شيء. وانتبهوا لاسكندر. ولا يهمك. طيب منضل على اتصال. خاطرك. الله معكم. حاضرك. شكرا. ترى عم يزيدنا. ظاهر في حدا كثير مهم اخذك مني لحتى هلا ما سمعت صوتك. ما في حدا اهم منك، لك انت كابتن حياتي. بس ليه انت ما طلبتني؟ طلبتك حياتي بس خطي كان مسكر. قلت بتكوني باجتماع تحرير بس خلص بتحكيني. هلا بعدني مخلص الاجتماع، قلت بطلبك سبقتني. وينك هلا؟ طالع على الضيعه واخذ دنيا معي ويمكن نبقى فوق. ليه اخذ دنيا معك؟ لانه دنيا كانت صديقه قديمه للماما. وأنا أخذتها لعنا حتى نلم الشمل. اللي بتعرف
بعد هالمدة اللي كان ما رح يكون هين ابدا. وكيف اكتشفتي هالصداقة بهالوقت بالذات؟ ما تقولي لي سر المهنة. دخلك صرت معقد من هالكلمة. طيب ما رح اقول لك سر المهنة، رح اقول لك سر العيلة. عطول معك في سر. ان شاء الله بكره ما تقولي لي انه دنيا من القرايب اللزم بيطلع هيدا سرك الخاص. كل شيء وارد، تنشوف شجرة العيلة. تبقي طمنيني لكن لأعرف كيف بدي أتعامل مع ابنها في حال طلعت من القرايب. كله وارد حبيبي، بنصحك من هلأ تتحضر نفسياً. أنا من أول ما تعرفت عليكي وعم بتحضر نفسياً لكل المفاجآت والأسرار. معك بضل الواحد بده يضرب مندل ليعرف شو مخبره المستقبل. يعني للحقيقة ما في غير المستقبل اللي بيني وبينك بده ضرب مندل. لكن سلميلي على أهلك وقولي لأمك تهتم بصديقتنا. بنصحك ما تفكر كتير، أحسن ما يوجعك راسك. شو بدي أعمل؟ مساعب عندي راس. على كل حال حكيني لما توصلي. وهزيلي شجرة العيلة لنشوف شو بننزل منها أصغار بعد. باي حياتي. باي حبيبي. خبرتي الحقيقة من دون ما يتأكد منها. هالقد لازم يعرف حتى يجي الوقت المناسب ويفهم الحقيقة مثل ما انها. مش هين خطيبك، ما بعتقد رح ينطر الوقت المناسب ليعرف الحقيقة. من الصبح مسكر خطه، ما قاله بالعادة يضل لهلأ وما يتصل فيي. طولي بالك، هلأ بيجي بيحكيكي، ممكن يكون مشغول. أكيد هو مع وحدة تانية ومسكر خطه، ما في غير هيك. عم بتفكري مثل نسوان الفرن، قبل ما تشكي انه ظاهر مع غيرك طلبي من الله ما يكون عامل شي حادث. لو عامل شي حادث كنت حسيت بهالشي، مثل ما هلأ عندي إحساس انه مع وحدة تانية. وإلا لشو مسكر خطه؟ معه حق نبيل، هيدا الإنسان مزاجي وما بينوثق فيه. حرام عليك، بتكي وقفتي مع نبيل ضده، يعني بكره حيلا حدا بيقلف شي خبرية عنه بتصدقيها. أنا شايفة في أزمة ثقة بيناتكم. صح، في أزمة ثقة بيناتنا، وأزمة كتير كبيرة. بس رح لاقي لها حل. البابا جاي لعندي، ما بدي أتأخر عليه. يلا باي. باي. بعد ما فهمت عليك، شو خص عبدالله خليفي بشغلك؟ ما تقلي انه شريكك بشغلك مشان هيك عم تتحمل بنته. وشريك اساسي، هو اللي عم يمولني وهو اللي افحدي من الاول حتى وصلت وصار عندي هالاسم. قلي هيك من الاول، هلأ صرت افهم تصرفاتك مع اماني اكتر. وشريك بالجريدة اللي عم تشتغل فيها قولوا اكبر حصة، بس ما بيحب حدا يعرف هالشي. موسع نشاطه الرئيس عبد الله، يعطيه العافية، عم يعرف وين عم يستثمر أمواله. عشان هيك نصحتك تبعد عن أماني، لأنه عم يوصل له كل شيء عم يصير بيناتكم. وين رحتوا؟ وين جيتوا؟ شو عم تعملوا؟ كله معه خبر. ومين عم بيوصل له؟
ما تقلي كمان شريك بدائرة التحري. بعدك لهلا اخد الموضوع مزح ومش عم تفهم انه عبد الله ركبي براسه وعوجه. في مشكله ومشكله ما لها حل. مشكله؟ مشكله مع مين؟ معك ومع اماني. ايه ليش لا؟ اذا حس حالك انك قادره تعملي عرض خاص فيك جرب، وبعدين انا قدامك، انت بس امري. ميرسي بابا، انا ما بيهمني غير رضاك، بدي مساعدتك المعنويه والابويه مش اكتر. تشجيعك لقلبي بيكفي. لا ما بيكفي، انا رح مول المشروع كله، ما بدي اياك تتكلفي ولا قرش، بعدين ما في فرق بيني وبينك. من انت الموضوع المادي؟ بفهم منك انه استغنيت عن خدماتي؟ مش انا، عبد الله خليفي ما بده اي شيء يرجع يجمعك مع اماني، رافض الفكره كليا، وانت بتعرف ما بقدر زعله. وفكره بهالطريقه بيقدر يبعدنا عن بعضنا؟ بما انك صديقي طلب مني اتفاهم معك بالمنيح، بعتقد ما في لزوم للمشاكل. بعد عن اماني ودار ما دخلت شر. يا خيي في 100 وحده بتحب تحكي معك، شو اللي خليك تعلق على المخلوق وتجيب لنا المشاكل؟ واماني معها خبر بهالشي؟ ما في لزوم تعرف، انت بعود عنا وهي لوحدها بتفهم الشي. فراس انت صديقي وبيهمني امرك، اذا ما بعدت عن اماني ما بتعرف عبد الله خليفه شو ممكن يعمل فيك.